أهلا بكم. الثقافة الطبية أو الثقافة العلمية مش بس إن أنا أكون عارف الشيء، لكن مثلا الحقن المجهري وسيلة إخصاب مساعد مشهورة جدا، أي حد عنده تأخر إنجاب بيذهب إلى منظومة تأخر الإنجاب عشان ممكن جدا يلجأ، ممكن وممكن لا، يلجأ إلى الحقن المجهري. لكن الثقافة الطبية تعني إيه؟ تعني إن أنا زي ما أكون عارف مسؤولية المؤسسات، زي ما بتصدر وبتفتخر بنسب النجاح لازم تتكلم عن أسباب الفشل، مش أسباب فشلها هي، لا، أسباب الفشل العلمية لازم تفهم الناس، زي ما أقول إنه هذا الأمر ينجح بنسبة كذا، في أسباب فشل ليه؟ عشان الناس يبقى عندها الثقافة. ما هو ده اللي أنا يعني بس عليه من زمان جدا، إن الناس يبقى عندها ثقافة تفهم فما يتنصبش عليها، ما يضحكش عليها. مثلا لما الناس تعرف انه الحقن المجهري من ضمن عوامل نجاحه او من ضمن العوامل المهمه لانجاحه، سن الزوجه سن الست، طيب كويس قوي، يبقى انا لازم اراعي هذا الامر، لازم اكون عارف ان في مشكلات عضويه داخل الرحم قد تتسبب في فشل الحقن المجهري. فالست تبقى مذاكره قوي وتقعد بقى تشوف انا داخله مؤسسه، داخله منظمه، منظومه يعني، عشان اعمل حقن مجهري، عملوا لي سونار مهبلي، عملوا لي منظار مهبلي، عملوا لي منظار مهبلي وشافوا الرحم من جوه عامل ازاي، منظار رحم يعني، ولا ما عملوش؟ ما هو ما عملوش، يبقى اذا نسيوا واحده. الست تقول لهم كده، انتوا نسيتوا من الاسباب، منظار رحمي، نسيتوا واحدة من الأسباب اللي ممكن تكون مسؤولة عن فشل الحقن المجهري. ما ممكن يكون في ورم ليفي مش متشاف كويس، ممكن يكون في بولي باي، حاجة كده، زوائد لحمية، ممكن. والسؤال، ما هو طريق السلامة؟ وما هو طريق الندامة؟ وما هو طريق اللي يروح ما يرجعش؟ هو ضيفي أفضل من يستطيع أن يقول لي هذه الإجابة. الحقيقة طبعا شخصية علمية من الطراز الأول، أستاذ من كبار الأسماء في هذا المجال، وكان لنا السبق الإعلامي إن احنا نستطيع أن نقنعه بأن يظهر علمه على الشاشات. ودايما لما بكون في أي منظومة علمية، في أي مجتمع طبي، في أي مجتمعات، بفتخر بأن ضيف العزيز موجود معي في الدكتور أستاذنا الأستاذ دكتور إسماعيل أبو الفتوح. دايما الشطارة والمهارة ليه اللي حافظ الاسم كويس وفهمها كويس ويقدر يشخصها؟ لان هو ده بدايه معرفه الطريق السليم. هي المشكله كلها في تقدم العمر عند السيدات، وجود المخزون ما بين البيضات نفسه بيكون قليل، وطبعا نسبه الحمل هتقل عندها، لكن ما هياش مستحيله. هل في فعلا ازواج رجل يعني ما يحملش حيوانات منويه ليها سمه الكروموزوم الذكري؟ زوج مخلف قبل كده كذا مره، وصل نسبه الحيوانات المنويه عنده بقت زيرو. الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح، استاذ امراض النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعه القاهره، استشاري العقم واطفال الانابيب، زميل الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد لندن، دبلوم امراض الخصوبه جامعه جنيف سويسرا، زميل الجمعيه الامريكيه للخصوبه، زميل الجمعيه الاوروبيه للخصوبه، رئيس مجلس اداره مستشفى بدايه. استاذنا وضيف العزيز استاذ دكتور اسماعيل ابو الفتوح، منورنا. اهلا وسهلا. الحقيقه انا اتكلمت كلام حلو قوي، انا بقيت شاطر قوي في النساء. انا بقيت استاذ، بقيت مخيف. المؤسسه العلاجيه لازم يكون فيها عناصر النجاح، بس لازم يكون فيها عناصر التسخيف، صح؟ صح طبعا. افهم بقى، ايه عناصر النجاح؟ يعني اول حاجه عناصر النجاح ان انت بتبقى لما تكون بتعالج مريض بتبقى عارف، اول حاجه يبقى عندك علم شديد بالمجال اللي انت تتخصص فيه، بالذات لو كان المريض دوت جاي لك في حاجه مشكله ما هياش عند واحد بس، عند زوجين، زوج وزوجه، تبقى انت عارف انك انت بتعالج زوجين، اللي هي في مجال الخصوبه او تاخر الانجاب، تبقى عارف انت ايه الحاجه اللي انت تعملها. ما انت في الاخر خالص لما بتيجي كطبيب انت ممكن تطلب مليون حاجه مش ريليفنت، مش خاصه بالمرض اللي موجود، فانت لازم تعرف تطلب من مين ايه، وايه الحاجه اللي انت هتخليك تعالجها افضل.
الكلام دوت كله ما هوش هاب هازارد كده، هو الكلام دوت اتوضع له حدود علميه، بحيث ان انت لما بيجي لك مريض او مريضه بتقدر تطلب منهم الحاجه اكوردنج لي هم جايين بسبب ايه. يعني خلينا ندي شويه امثال، لو ان مريض ومريضه جايين ومتزوجين في سن مبكر، دولت اتعاملهم معامله مختلفه عن مريض ومريضه جايين في سن متاخر، عن مريض ومريضه جايين وانت عارف ان المريضه ديت مش بترغب في حدوث الحمل بس ترغب في علاج بعض التغيرات الهرمونيه اللي موجوده عندها. يعني كل زوجين بيجوا لك انت بتشوف الاول هم عايزين ايه، وبتشوف الاول ظروفهم ايه ككابل، وبتبدا تشوف خطه العلاج اللي موجوده ليهم. يعني اكتوبيك بريجننسي، حمل خارج الرحم، واحد من اخطر الموضوعات، وبدا يرجع تاني بقوه. ليه مش عارف، ولا يمكن انا يعني بالصدفه بلاقي في السوشيال ميديا كده ناس بتشتكي تقول لك حصل حمل خارج الرحم، حصل حمل خارج الرحم. لكن يبقى السؤال عند هاني عفيفي سؤال خطير جدا، وخصوصا انه امرجنسي، يعني ده اللي حضرتك بقى يعني ايه، الساعه 12 بالليل لازم يكون فريق العمل، واحده بالليل، 3 الفجر لازم فريق العمل كله يكون موجود، لازم. ده مهم جدا، حمل خارج الرحم. تعال نشوف هاني عفيفي بيسأله ازاي. في الحمل الطبيعي المبيض بيطلق كل شهر بويضة في قناة فالوب. البويضة بتقابل الحيوان المنوي وبيحصل تلقيح. بعدها البويضة الملقحة تتحرك لحد الرحم علشان تنغمس فيه ويتم تشكيل الجنين. لكن في واحد من كل 100 حمل البويضة ما بتتحركش للرحم بعد التلقيح، إنما بتفضل في القناة أو تروح لعنق الرحم أو المبيض، وبيسمى الحمل في الحالة دي بالحمل خارج الرحم أو الحمل المهاجر. يا ترى إيه هي أعراض الحمل خارج الرحم؟ وإيه هي أضرار وعواقب حدوثه؟ وإيه هي خيارات علاج الحمل خارج الرحم؟ وإزاي تتم الوقاية منه علشان ما يتكررش؟ أربع أسئلة خطيرة. وفي سؤال خامس، هو ست حصل لها حمل خارج الرحم، دي ما يحصلهاش بعد كده حقن مجهري ولا ايه علاقتها بالحقن المجهري؟ يعني برضو ايه، عشان هو الاول بس ايه حمل خارج الرحم، هو لما تلتقي البويضه بالحيوان المنوي المفروض انها بتعدي في قناه فالوب وتصل الى انها تنغمس في بطانه الرحم وفي توجيف الرحم عشان يحصل حمل. في بعض الاحيان بيتوقف الموضوع دوت او يبقى فيه سلوينج شويه، فبالتالي البويضه الملقحه او الجنين دوت بيلتصق في قناه فالوب. قناه فالوب مش مهيئه ان يحصل فيها حمل، فبالتالي سونر اور ليتر يعني لازم هيحصل انفجار في قناه فالوب لو سيبنا البويضه المخصبه او الجنين دوت داخل قناه فالوب. هيحصل انفجار لقناه فالوب ويحصل نزيف داخلي، ممكن في بعض الاحيان كان زمان بيؤدي الى وفاه المريضه، لان ما كانش فيه حاجة تتعمل غير ان هما بيحصل نزيف داخلي الى ان تحدث الوفاة، ما كانش في حاجة ممكن تتعمل لها. مع تقدم العلم طبعا وتقدم الجراحة والحاجات دي بقينا بنقدر ان احنا نكتشف الموضوع دوت مبكرا. الاول كانت الحاجة اللي بتعمل هي جراحة، انها بتخش غرفة العمليات، يفتح بنعمل عملية جراحية، بنستأصل قناة فالوب، ويبقى غالبا في لتر او لترين دم موجودين داخل البطن اللي هو النزيف الداخلي اللي حصل، وده كانت الطريقة الوحيدة للعلاج. دلوقتي مع التقدم بقينا نقدر نكتشفه بدري، فبالتالي ممكن احنا ندي علاج دوائي الاول زي الميزوتريكسيت اللي موجود، بيوقف النشاط، بيوقف ان الجنين اللي موجود داخل قناة فالوب دوت ان هو ما يكبرش، فبالتالي ممكن احنا نعمل ما نلجأش للجراحة خالص. الحاجة اللي بعد كده لو ما قدرناش، لو ما نفعش، بنعمل المناظير الجراحية، المنظار الجراحي، بنقدر احنا نستأصل بيه الحمل اللي خارج الرحم، وممكن نستأصل قناة فالوب، ممكن ما نستأصلهاش. كله بيعتمد على اذا كانت قناة فالوب جيدة تستحمل ان يحصل فيها حمل مرة تانية ولا لا. القصة التالتة بقى اللي هو لو خالص بقى نزيف داخلي جامد، فنضطر ان احنا نعمل اللي هو اللابراتوم، اللي هو نفتح البطن ونعمل العمليه الجراحيه التقليديه. التقدم اللي موجود عندنا في الاشعه التلفزيونيه وفي تحاليل الهرمون الحمل مكننا ان احنا نكتشف الموضوع دوت بدري، فبالتالي احنا انقذنا سيدات كثيره جدا من اللي حصل لهم حمل خارج الرحم، من استئصال قناه فالوب، ومن ان يحصل تدخلات جراحيه عن طريق الحقن اللي احنا بنديها او عن طريق المناظير الجراحيه اللي احنا بنعملها. السؤال بتاعك بقى انت، هل لو حصل حمل خارج الرحم، اولا نسبته قد ايه؟
1% 1-2% زاد شوية مع الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، إن في ممكن يحصل على فكرة حمل خارج الرحم، يعني على عكس ما الناس بتعتقد، هي بتقول ما انت مرجع الجنين داخل الرحم، وممكن الجنين برضه يخش من الفتحه بتاعت قناه فالوب اللي موجوده ويحصل حمل خارج الرحم. احنا شفنا برضه حمل داخل الرحم وخارج الرحم الاثنين، اسمها هيتيروتوبيك بريجنسي مع الحقن المجهري. ده اتشافت مش بس كده، اتشافت هيتيروتوبيك بريجنسي في قناتين فالوب وداخل الرحم، يعني اثنين جنين راحوا في قناتين فالوب وواحد قاعد في الرحم. ده من نسبه قليله جدا بس حصلت اثناء الحقن المجهري. الحاجات دي اللي انا بقولها لك دي كلها ريكوردد في الليترتشر، يعني مدروسه ومتقاله. الحاجه بقى اللي احنا بنقولها، لو واحده جالها حمل خارج الرحم، الحمل اللي بعديه نسبه حدوث الحمل خارج الرحم ازيد ولا اقل؟ النسبة أزيد، يعني بدل ما بتبقى 1% بتصل إلى 10-15%. فبالتالي إحنا دايما بنبقى قلقانين على اللي جات لها حمل خارج الرحم قبل كده واستأثرت مثلا الحمل دوت وفضلت قناة فالوب موجودة، إن نفس الأعراض اللي سببت إن يحصل حمل خارج الرحم ممكن هي تسببها إنها تحصل مرة تانية. فدايما بس النسبة الأكتر إن لو حصل حمل هيبقى داخل الرحم، لكن هي بدأت 10% بدل ما كانت 1% او 15% بدل 1%، لكن لسه 85% اللي حصل حمله هيبقى داخل الرحم، او 95% هيبقى داخل الرحم. فاحنا بنقول لازم نبقى الطبيب عارف ان اللي جالها حمله خارج الرحم قبل كده يشوفها بدري بقى، ما يستناش يقول لها تيجي مثلا بعد شهر ولا حاجه. اول ما يحصل عندها حمله يقول لها تعالي، يبدا يعمل لها بيتا اتش سي جي اللي هو تحليل هرمون الحمل، ويعمله لها بعد 48 ساعه. المفروض ان بعد 48 ساعه في اكتر من 60-70% بيدبل الموضوع، بيوصل للضعف. ده اللي هي المتابعة الدورية، ويعمل أشعة تلفزيونية. لو لقى الحمل بقى داخل الرحم يطمن خالص، لو لقى ان مفيش حمل داخل الرحم يبدأ بقى يقلق ان هو يعيده لها تاني، لقى بيزيد والحمل مش موجود داخل الرحم، يبقى هو ده احتمال كبير ان الحمل ده يبقى خارج الرحم، فيبدأ بقى العلاجات اللي احنا قلنا عليها. طيب عندي التوبيك الثاني اسمها بطانة الرحم المهاجرة. سؤالي فيها ناخدها كلها، احنا برضو احنا عايزين ناخد الحاجة اللي ريليتد للتأخر الانجاب. بطانة الرحم المهاجرة النهاردة هنعالجها عشان نعمل حمل نعمل حقن مجهري، كويس كده؟ هل في المرة الجاية خلاص عندها بيبي دلوقتي بس عايز تجيب بيبي تاني، عايز تعمل حقن مجهري تاني، كويس، هل هتواجهها تاني شبح بطانة الرحم المهاجرة؟ بص بقى، بطانة الرحم المهاجرة ده حاجة يعني اللي هي هي ما بتروحش. هي المشكلة كلها انها ما تقدرش انك انت تقول انك انت بطانة الرحم المهاجرة دي راحت خالص، او ما بقتش موجودة، اندوميتريوز ما بقتش موجودة. هي بتبقى موجودة بس انت بتعالجها اكوردنج اللي انت عايز اللي هي حملت وعندها بطانة رحم مهاجرة هتقول لك اسعد لحظات حياتها كانت وقت الحمل. يعني انا عندي ناس كتيره جدا حملوا معايا وكان عندهم بطانة رحم مهاجرة، هرمونات الحمل اللي موجودة بتبقى كانك بتدي البروجسترون او بتدي الفيزان او بتدي الادويه اللي هي بتاعه بطانه الرحم المهاجره، فبالتالي الحمل في حد ذاته بيوقف من نشاط بطانه الرحم المهاجره اللي موجوده. في بعض الاحيان احنا بنضطر نعمل تدخلات جراحيه قبل اجراء عمليه الحقن المجهري او اطفال الانابيب للناس اللي عندهم بطانه مهاجره. العلاجات التدخليه ديت لازم برضو الواحد يبقى ذكي وهو بيشتغل الحاجات دي. مش اي مريضه عندها بطانه رحم مهاجره سبوتس مثلا بتاعت اندومتريوزز دي مش محتاجه انك تعمل لها حاجه، لكن لو عندها التصاق في قنوات فالوب والالتصاق ده تسبب ان بقى موجود سائل داخل قناه فالوب، السائل دوت اللي هو الهيدروسالبكس او البايوسالبكس اللي موجود دوت داخل قناه فالوب، انت مضطر انك انت تعمل تدخل جراحي علشان خاطر تقفل قنوات فالوب ديت قبل ما تبدا عمليه الحقن المجهري، لان لو هي موجوده نسبه حدوث الحمل هتقل. بعض الاحيان لو في اكياس دمويه موجوده على المبيض ممكن انك انت تستأصلها قبل ما تعمل الحقن المجهري، بروفايدد انك انت لما تيجي تعمل الموضوع دوت ان اللي يقوم باجراء العمليه طبيب متخصص وبارع في موضوع استئصال الاكياس، لان انا شفنا ياما حالات كتيره جدا استأصلوا اكياس على المبيض وما بقاش في بواقي من المبيض، يعني التيشوز او الانسجه بتاعت المبيض نفسها تم استئصالها اثناء استئصال الاكياس اللي على المبيض. فدي عمليه دقيقه جدا لابد ان اللي يقوم بيها. انا دايما بقول الاطباء الحقن المجهري بيبقوا اكتر ناس حريصين على المبيض، يعني انا دايما بقول انا ببقى حريص ان كل نسيج موجود، ان شاء الله هنقعد في العمليه ساعات، لكن هو الانسجه بتاعت المبيض دي انسجه ثمينه جدا، ان هو ما لان هي ما بتعوضش. الواحده مولوده بعدد معين من البويضات، تم استئصال جزء من الانسجه اللي موجوده اللي هي بتخرج البويضات دي لا يمكن تعوضها،
فعشان كده لابد الطبيب يبقى حريص حرص تام اثناء ما بيجري عمليات استئصال الاكياس اللي على المبيض، بالذات السيدات اللي هم عايزين ينجبوا بعد كده، ان هو حريص على ان مخزون مبيض المبيضات يفضل موجود، ما يحصلش استئصال. يعني انا شفت مثلا حالات كثيره جدا تم استئصال مبيض ليها بالخطا، يعني ان هم ناس افتكروا ان المبيض دوت فيه ورم معين واستئصلوا المبيض كله، وطلع ان الورم ده كان حميد، كان ممكن استئصال الكيس بس وان المبيض يفضل موجود. يعني دايما لازم الطبيب يفكر ان في مستقبل اللي موجود بعد ما بيحصل استئصال المبيض اذا كان في حاجه تانية تتعمل. فبالنسبه للمرض البطانه المهاجره احنا بنقول بنشوف احنا بنعالج ايه قبليها بحيث ان احنا نوصل لنسب نجاح عاليه اثناء الحقن المجهري. عندي سؤالين هسميهم المحبطين الكبار، المحبطين المحبطين، يعني مفيش حاجه محبطه. بالظبط. بس الاثنين دول مزعجين جدا. ست وراجل، بس انا هبدأ بالست. الإجهاض المتكرر بصوت هاني عفيفي. واحدة من 100 ست في أوروبا بيحصل لها إجهاض متكرر وفقا لأبحاث أجراها علماء في جامعة أوريك البريطانية، اللي أرجعت أسبابه لمشاكل صحية في بطانة الرحم بتمنعها من التجدد بشكل طبيعي كل دورة شهرية، أو حدوث التهابات بتمنع الجنين من النمو في حالات تسمى بالغشاء الساقط. يا ترى بعد كام مرة من تكرار الإجهاض بيشخص الطبيب إن السيدة دي عندها ما يسمى بالإجهاض المتكرر؟ وهل في أسباب ترجع للجنين مش للأم؟ وإزاي نفرق بين الأسباب اللي بترجع للجنين أو الأسباب اللي بتعود للأم؟ هنعمله حلقه لوحده. ده محتاج حلقه كبيره. ده في مؤتمرات بتتعمل عشان الاجهاض المتكرر، يعني بيت الابوش سؤال طويل في شهر 4 اللي جاي في ميلانا هيبقى على الموضوع دوت. يعني من ضمن الحاجات اللي هو على الاجهاض المتكرر. القصه كلها ان انت لازم الاول تعرف الاجهاض المتكرر ده بيحصل في كام في الميه من السيدات. لو الاجهاض العادي بيحصل في 15% من السيدات، 1% منهم هو الاجهاض المتكرر. زمان كنا بنشخص الاجهاض المتكرر ده بعد حدوث 3 مرات اجهاض متكرر. دلوقتي بدات الامريكان كوليدج والبريتش كوليدج حتى وبقينا نقول ان ممكن من بعد اجهاض مرتين يعتبر اجهاض متكرر، مش هنقعد ننتظر المره الثالثه لما يحصل ونبدا نبحث عن الاسباب. اسباب ممكن تكون اسباب موجوده داخل الرحم، زي مثلا حاجز في الرحم، زي مثلا وجود اورام ليفيه داخل تجويف الرحم بتمنع التصاق الجنين كل مره فبيحصل اجهاض متكرر. ممكن وجود اجسام مضاده، الاجسام المضاده ديت ممكن كل مره بتؤثر على انغراس الجنين في بطانه الرحم وتخلي ان يحصل اجهاض متكرر. ممكن في بعض الاحيان يكون في مشكله في حاجز الرحم اللي موجوده. ده بالظبط كده هو التهاب موجود بصفه مستمره، ولو ان ده يعمل اجهاض مره واحده ما بيعملش كذا مره. في بعض الاحيان ممكن يكون في مشكله في الكروموزومات عند الزوجين اللي هي بنقول عليها بالانس ترانسلوكيشن. ده حلها ان احنا نعمل حقن مجهري ونختار الجنين اللي ما فيش فيه البالانس ترانسلوكيشن ديت وبنرجعه. ده خلل الكروموزوم يا جماعه، بيحصل خلل، نقل اجزاء من كروموزوم تروح لكروموزوم ثاني. بالظبط كده هو اللي هو زوج سليم والزوجة سليمة، بس بيحصل عندهم مشكلة في الجنين اللي موجود. طبعا الحاجات دي كلها ممكن يكون لو الإجهاض المتكرر ده بيحصل في الجزء الأخير من الحمل، أو في مش في الجزء الأخير، في منتصف الحمل مثلا من الأسبوع 16 أو الأسبوع 15، ممكن يكون ضعف في عنق الرحم نفسه، عنق الرحم نفسه. فبالتالي المريضة دي تستفيد جدا من أنها تعمل ربط لعنق الرحم. الناس اللي عندهم رحم ذو قرنين عنق الرحم نفسه بيبقى واسع في الحالات اللي زي كده، فبالتالي بيحصل عندهم إجهاض متكرر ومحدش عارف إيه السبب. أول ما بيعملوا ربط لعنق الرحم بيحصل إن الجنين بيوصل للمراحل المتقدمة. يعني المهم إن أهم حاجة المشكلة بقى إن 50% من الحالات ما بيبقاش ليها سبب، ما بيبقاش عارفين لها سبب. Unexplained في الحمل، في الإجهاض المتكرر. إحنا بنعالج الأسباب اللي نعرفها وبنقول لهم برضو إن أغلبية الوقت حتى لو حصل إجهاض متكرر، أغلبية الوقت نسبة ان الحمل يكمل اكتر من نسبة ان الحمل ما يكملش. فالطبيب في الاخر خلاص بيعمل اللي عليه، وفي الاخر خلاص في جزء طبعا بتاع ربنا في الموضوع ده. قبل ما نمشي، الراجل المحبط بقى اللي عنده حياة منوية صفر ده، يعني برضه ده انا جبت حضرتك حتتين كده. هو كان محبط زمان ومبقاش محبط دلوقتي. يعني بص، يعني دلوقتي احنا اغلبية النجاحات اللي عندنا
مستشفى بدايه يعني كتير جدا من الناس اللي هم بيبقى عندهم زي ما انت بتقول حالات منويه صفر او قريبه من الصفر، لان هم دولت غالبا زوجاتهم ما بيكونش عندهم مشاكل خالص، فلما بيعملوا اطفال اقربي او حقن مجاري بنقدر يا اما بناخد الحالات المنويه بنجمدها لهم، يا اما بنستأصلها من الخصيه عن طريق يا اما الفاين نيدل، يا اما بناخد عينه من الخصيه وبنقدر ان احنا نستأصل الحالات المنويه. المشكله كلها لو اثناء استئصال الحالات المنويه دي ما لقيناهوش بياخد علاجات، وغالبا نلاقي في الاخر خالص حالات منويه. واستئصال الحالات المنويه، خلي بالك الكلام ده كله حصل بعد التسعينات بعد ما اكتشفنا الحقن المجاري، يعني لان المرضى دولت زي ما حضرتك بتقول ما كانش عندهم امل ان يحصل حمل خالص، بالذات اللي كانت الموضوع فانكشنال ما كانش فيه انسداد في الحبل اللي هو الموصل للحالات المنويه. لكن اللي عندهم فانكشن ده كان ما عندهمش امل. دلوقتي بقى عندهم امل كبير جدا ان احنا بنلاقي حالات منويه ونجمدها ونرجعها لهم ونعمل بيها حقن مجاري، واطفال كتيره جدا تولد بالطريقه ديت. يعني انا عايز الحلقه الجايه نفتح ملفين مهمين، والحقيقه انت ليك سبق فيهم، وانت اللي نقلت لي الفكره ديت. اولا السياحه العلاجيه، دور بدايه في السياحه العلاجيه ده دور مهم جدا، واساسات الخاصه الكبرى في مصر وخصوصا في المجال ده، لان المجال ده مجال يعني ايه، المريض بيجي مش مكان الامرجنسي. هو ده المجال الوحيد اللي لحد دلوقتي السياحه العلاجيه شغاله فيه كويس، يعني شغالين بس مش منظمه قوي زي ما هي المفروض تتنظم. يعني قصدي ايه، هي محتاجه تنظيم شويه، لكن هي القصه احنا بيجي لنا في مصر هنا اكتر الناس اللي بتجي لنا، ناس من كل انحاء العالم عشان خاطر يعملوا اطفال الانابيب والحقن المجاري، لان احنا عندنا نسب النجاح عاليه جدا، فبيجي لنا ناس من كل حته في العالم. يعني عايزين نشوف انت مجهز ايه كملفات، يعني كرؤيه، ايه اللي احنا لازم نعمله؟ لا نشرحه بقى في المره الجايه بالتفصيل، لان الموضوع هيحتاج وقت طويل طبعا. حاجات تانية كمان هتاخد وقت طويل قوي، وده هيهم المصريين قوي. ازاي المصري يكون ذكي ويوجه الانفاق في الصح، يصرف صح في الموضوع ده، ما يضحكش عليه بالبلدي. طبعا يعني عشان بس ايه المساله، يعني يعرف ازاي يصرف زي ما بيقولوا، يعني طبعا. ده برضو موضوع هيهم. انا دايما بقعد اقول للناس كتيره جدا عندهم مثلا مشكله معينه وبعملين يصرفوا او يتوجهوا لعلاجات ليس لها قيمه، بينما العلاج اللي معروف وليه قيمه بيأخروه لما بيبقى نسبه النجاح فيه قليله. وده الحاجه اللي احنا عايزين نوجههم ليها. كتير جدا بيضيع بنزين في طريق ويمشي فيه غلط، ولما يجي يمشي في الصح يكون بنزين خلص خلاص. والله صحيح، وبيبصوا عمالين علينا يقول لك انا خلاص انا اتصرفت قدامي في الغلط. نورتنا وشرفتنا وزودتنا والله صحيح، يعني فعلا بنسعد جدا بهذه الزياره وبنستفيد. انا كدكتور بستفيد جدا من وجودك معايا. طبعا استاذنا الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو فتوح كان كالعاده في تنقلاته السريعه عبر مواضيع مهمه جدا جدا تخص الست المصريه والرجل المصري و هؤلاء الذين نحمل على عاتقنا تثقيفهم عشان ما يضحكش عليهم وما يقاسوش، ويعرفوا انه في امل طول ما العلم ان شاء الله الموهوب من ربنا سبحانه وتعالى موجود. خليكم دايما مع دكتور.